بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 80. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذا الدرس الجديد من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي شيخنا الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا وسهلا ومرحبا بمعالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله معالي الشيخ. نستأنف ما توقفنا عنده في باب فضائل الأعمال، إذ قال رحمه الله تعالى: ولأحمد عن أبي الدرداء مرفوعا: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: وذلك ما هو يا رسول الله؟ قال: ذكر الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث فيه فضل ذكر الله سبحانه وتعالى، وأنه أفضل الأعمال المتطوع بها، فهو وذكر الله أنواع. ذكر الله جل وعلا بالصلاة، صلاة النافلة الفريضة والنافلة، وذكر الله بتلاوة القرآن العظيم، وذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير. ذكر الله يشمل القول والعمل، كل ما هو من طاعة الله فإنه ذكر لله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: ولا ذكر الله أكبر. فذكر الله بالطاعات القولية والعملية والقلبية والبدنية أكبر من كل شيء، وهو أفضل الطاعات. وكل الطاعات شرعت لذكر الله، قال صلى الله عليه وسلم: إن الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. ولأحمد في مسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الساعات أفضل؟ قال: جوف الليل الآخر. لأحمد بن حنبل رحمه الله في مسنده. المسند هو أحد تصنيفات في الحديث، فمن العلماء من يصنف على طريقة المسند بأن يروي كل الأحاديث الواردة عن ذلك الصحابي في مكان واحد، هذا يسمى بالمسند. ومنهم من يجمع، يسمى الجامع، يجمع ما ورد في الباب من الأحاديث مختلف الصحابة، رواية الصحابة رضي الله عنهم، هذا يسمى بالجامع. وعلى كل حال هي طرق مختلفة، ولكن النتيجة واحدة، وهي الاحتفاظ بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصنيفها على الأبواب حتى يسهل مراجعتها. نعم. روى في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الساعات أفضل؟ قال: جوف الليل الآخر. نعم، أفضل صلاة الليل
جوف الليل الآخر، ثلث يعني ثلث الليل الآخر. قال صلى الله عليه وسلم: خير القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. هذا جوف الليل. نعم. وعن أبي أمامة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. نعم. ومن ذكر الله الصوم، وهو الإمساك بنية عن المفطرات الظاهرة والباطنة من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فهو من أفضل الأعمال أن يصوم الإنسان. هناك صوم واجب وهو صوم رمضان، وهناك صوم مستحب وهو صيام يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع وثلاثة أيام من كل شهر، وصيام يوم عاشوراء، يوم قبله أو يوم بعده. ومن أراد أن يزيد من الصيام فإنه يزيد على ذلك، فضل الله واسع. من أراد أن يسرد الصيام ولكن لا يصوم الدهر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الدهر وهو أن يصوم ولا يفطر، قال: خير الصيام صيام داود عليه السلام، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. نعم. أحسن الله إليكم. في صيام ثلاثة أيام من كل شهر، هل ثبت ما يخصها بأيام البيض؟ لا، أيام البيض أفضل. المقصود صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام ثلاثة أيام من الشهر فكأنما صام الدهر كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وكل يوم عن عشرة أيام، وهذه أيام الشهر. البيض يعني لها الأفضل. وإذا تحرى بها أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فذلك أفضل أيام الشهر، سميت بالبيض لبيضاض لياليها بالقمر. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي الدرداء مرفوعا: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. نعم، إصلاح ذات البين، المقصود بذلك إصلاح النزاع بين الناس، تسوية النزاع بين الناس، لأن تصلح بينهم بتراضيهم وإذهاب الحقد فيما بينهم، هذا من أفضل الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم: فساد ذات البين هو الحالقة، لا أقول تحلق الشعر وإنما تحلق الدين. فتسوية النزاع بين المتخاصمين هذا من أفضل الأعمال. قال جل وعلا: والصلح خير، والصلح خير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، حث النبي صلى الله عليه وسلم على إصلاح ذات البين كما في هذا الحديث، وأنه أفضل من إنفاق الذهب والفضة وصيام الصدقة، لأن ذات البين إذا فشى بين الناس تقاطعوا وتدابروا، وربما يؤول هذا إلى القتال بينهم وسفك الدماء، فإصلاح ذات البين يأتي من أفضل الأعمال، لأنه يذهب هذه المفاسد بين الناس ويجمع القلوب ويؤلف بين الناس. نعم. وعن بريدة مرفوعا: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف. النفقة في الحج إلى بيت الله الحرام كالنفقة في سبيل الله، لأن الحج من الجهاد، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج جهاد لا قتال فيه، لأن فيه السفر، فيه المشقة، فيه الطاعة العظيمة، فهو
يعادل الجهاد، وهو نوع من الجهاد في سبيل الله عز وجل، إلا أنه لا قتال فيه. وعن أم معقل مرفوعة: الحج والعمرة من سبيل الله. نعم، الحج والعمرة من سبيل الله، يعني من الجهاد في سبيل الله، والنفقة فيهما تعادل النفقة في الجهاد في سبيل الله. نعم. وللترمذي وقال حسن غريب: عن أنس مرفوعة: من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع. إذا قال الترمذي حسن غريب فمعناه أنه حسن الإسناد، وهو غريب، الغريب ما تفرد به راو واحد، فهو يجمع بين أن سنده حسن وهو غريب من جهة أنه تفرد به راو واحد. نعم. قال: من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع. نعم، من أنواع سبيل الله ومن أنواع الجهاد الخروج في طلب العلم. الذي يخرج ليطلب العلم الشرعي الذي يعرف به دينه ويعرف به الأحكام الشرعية، هذا كالمجاهد في سبيل الله، يكون أجره كأجر المجاهد في سبيل الله، لأن عمله هذا عظيم ونتائجه عظيمة وفوائده كثيرة. طلب العلم، والملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. نعم. وعن أبي هريرة مرفوعة: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر. نعم، ومن أنواع الجهاد في سبيل الله القائم على الأرملة التي لا زوج لها، والقائم على المسكين الذي هو الفقير، كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفتر، هذا فيه فضل عظيم القيام على هذين الصنفين. نعم. أحسن الله إليكم. معنى السعي الوارد في الحديث، هل يقتضي الديمومة والاستمرار، أم أن مثلا التصدق والتعاهد بالصدقة يدخل في قبيل السعي؟ الذي يسعى في شأن الفقير والمسكين والأرملة، هذا من السعي في سبيل الله، يكتب له أجر السعي في سبيل الله عز وجل لشرف عمله ولنتائج عمله وفوائد عمله. نعم. أحسن الله إليكم. وعن خريم بن فاتك مرفوعة: من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له بسبعمائة ضعف. من أنفق نفقة في سبيل الله، يعني أنفق مالا في سبيل الله، في الجهاد في سبيل الله، فيما يقوم مقام الجهاد في سبيل الله من الأعمال الصالحة، يكون له أجر عظيم ومضاعف. نعم. ولأحمد: من عمل حسنة كانت له بعشر أمثالها، ومن أنفق نفقة في سبيل الله كانت له بسبعمائة ضعف. من عمل حسنة فله عشر أمثالها، هذا في القرآن، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ومن أنفق نفقة في سبيل الله، يعني في طاعة الله، وبالأخص إذا كانت هذه النفقة نفقة على المجاهدين في سبيل الله بأن يكفلهم أو يكفل من وراءهم حتى يرجعوا، هذا يكون له أجر سبعمائة ضعف. نعم. وله من حديث أبي أمامة مرفوعة: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هذا من خصال الإيمان، هذه الأمور: من أعطى لله، يعني قصد وجه الله سبحانه فيما ينفقه وفيما يعطيه للمحتاجين والفقراء وفيما
ينفقه في طاعة الله سبحانه وتعالى، أعطى لله لا للرياء والسمعة، هذه واحدة. نعم. ومنع لله. ومنع لله يعني منع مساعدة أهل الضلال وأهل المعاصي ومن يقيمون أعمالا فيها معصية الله سبحانه وتعالى كالملاهي والمناظر السيئة وكل ما يشغل عن ذكر الله. نعم. ومن أحب لله وأبغض لله. أحب لله لا للدنيا، إنما يحبه لوجه الله، وإن لا لأجل أنه أعطاه شيئا أو أنه يرجو منه عطاء، وإنما يحبه لأن الله يحبه، هذا الحب في الله بخلاف الحب لأجل الدنيا ولأجل الأطماع. نعم. فقد استكمل الإيمان. فقد استكمل الإيمان، لأن الإيمان خصال، ومن بلغ هذه المرتبة فقد استكمل خصال الإيمان، وهذا فيه فضل عظيم، الإعطاء لله والمنع لله. نعم. الحب في الله والبغض لله. نعم. ولأحمد والترمذي من حديث معاذ بن أنس نحوه، وفي بعض ألفاظه: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان، قال: أن تحب لله، تبغض لله، وتعمل لسانك في ذكر الله. نعم، هذا في زيادة: تعمل لسانك في ذكر الله، يعني تحركه بالتسبيح والتهليل والتكبير والثناء على الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن أبي ذر مرفوعا: أتدرون أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال قائل: الصلاة والزكاة. وقال قائل: الجهاد. قال: إن أحب الأعمال إلى الله عز وجل الحب في الله والبغض في الله. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان يعلم الناس عن طريق السؤال والجواب، لأن ذلك أثبت في الذهن، فيقول: أتدرون ما كذا وكذا؟ ألا أنبئكم بما هو كذا وكذا؟ حتى يستعدوا لاستقبال الجواب، فيكون ذلك أثبت في قلوبهم. وفي هذا الحديث ألقى عليهم السؤال لأجل أن ينتبهوا، فهذا من التعليم بطريقة السؤال والجواب. نعم. قال قائل: الصلاة والزكاة. أجابوا كل بما يعرف، بعضهم قال الصلاة والزكاة، هذه أفضل الأعمال. نعم. وقال قائل: الجهاد. قال قائل: الجهاد في سبيل الله، قتال العدو. نعم. قال: إن أحب الأعمال إلى الله عز وجل الحب في الله والبغض في الله. أجاب صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال بأنه الحب في الله، لأن تحب المرء لا تحبه إلا لله، لا لطمع دنيوي ولا لنسب ولا لصداقة، وإنما تحبه لله سبحانه وتعالى. نعم. ولأحمد عن الحب في الله والبغض في الله. والبغض في الله، لا تبغضه لأنه لم يعطيك شيئا، أو لأنه بينك وبينه عداوة، أو بينك وبينه سوء تفاهم، هذا ليس من شأن المسلمين. المسلمين كالجسد الواحد، يتحابون ويلتئمون ويتعاونون على البر والتقوى، ويتركون الإحن والأحقاد وما يشجر بينهم من الاختلافات، يتركونه لله سبحانه وتعالى. نعم. ولأحمد عن البراء مرفوعا: إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. أوثق عرى الإيمان لمن أراد أن يتمسك بالإيمان، الإيمان له عرى يتمسك بها المسلم، أوثقها يعني أقواها أن تحب في الله، يعني يكون حبك الشخص لأجل الله، لا لأجل قرابة، لا لأجل طمع دنيوي، لا لأجل صداقة وما أشبه ذلك. نعم. وتبغض في الله. تبغض في الله، تبغضه لله، لا تبغضه لأن بينك وبينه سوء تفاهم،
لأن بينك وبينه خصومة، لا تبغضه لأجل هذه الأمور، وإنما تبغضه لأن الله يبغضه. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وضعت مثوبتكم. إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا الدرس وهذا المجلس من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث. نلتقي وإياكم في الدرس القادم إن شاء الله، وأنتم على خير.